قال ينعقد النكاح صحيحا بدون تسمية المهر. ينعقد النكاح صحيحا بدون تسمية، ليس من شروط صحة النكاح تسمية المهر، وليس من شروط صحة النكاح ذكر المهر. يعني لو كان المهر مسمى وعقدنا النكاح الآن، فلان قال لفلان زوجتك ابنتي فقال قبلت ولم يذكر المهر، صح النكاح. فإن كانا قد سميا سابقا صح النكاح. قال ومع نفيه أصلا، لو قال زوجتك ابنتي إياك أن تقول قبلت، قال زوجتك ابنتي، قال زوجتك ابنتي فقال له زوجتك ابنتي بدون مهر، بدون مهر صح النكاح، وقال قبلت صح النكاح. قال وبالعقد يجب مهر المثل للمرأة، يعني إن نفى الولي أو المرأة أو الزوج نفوا المهر في العقد ولم يسميا المهر في العقد، ما الحكم؟ قال يقع يصح النكاح ويصح العقد، ولكن يجب للمرأة مهر المثل. قال فإذا وجد عقد الزواج مستوفيا شرائطه المتقدمة صح، ولا يحتاج إلى الخطبة ولا إلى تسمية المهر، لأن الخطبة سنة فلا تتوقف صحة الزواج عليها، ولا يتعين فيها في الخطبة يعني لفظ مخصوص، ولكن الأحسن الخطبة بما ورد، ومنه الحمد لله نحمده ونستعينه به. الله، هنا ولا يحتاج إلى الخطبة وليس إلى الخطبة بضم الخاء، يعني من سنن العقد الخطبة، أن يخطب أهل الزوج. أما الذهاب لطلب البنت تسمى خطبة، فنقل ولا يحتاج إلى الخطبة وليس الخطبة، ولا نكاح لا يكون بدون خطبة، فهنا بالضم، فهنا الكسر خطأ والله أعلم. إذن ولا يحتاج العقد، لا يحتاج إلى الخطبة، فالخطبة في النكاح ليست شرطا بل هي سنة، ولا يتعين في الخطبة في النكاح لفظ مخصوص، ولكن أحسن أن تكون الخطبة بما ورد، ومنه الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هكذا يبدأ الخطيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن يبدأ النكاح الخطبة بالنكاح، خطبة النكاح يبدأها بالحمد لله تبارك وتعالى كما هي السنة في سائر الخطب. السنة إذا ما أردت أن تخطب خطبة أن تبدأها بالحمد وليس بالبسملة، ثم بعد ذلك يأتي من القرآن بآيات تدل على المقصود، فأتى بأول آية من الآيات هي آية النكاح، وفيها كذلك التقوى، الأمر بالتقوى. ثم قال وكما أن الخطبة ليست بشرط،
فكذا تسمية المهر ليست بشرط في صحة العقد، فيصح بدون تسمية المهر اتفاقا ومع نفيه أصلا عند الحنفية. ومع نفيه أصلا عند الحنفية، طبعا هذا الكتاب هو على مذهب أبي حنيفة المعقود الكتاب. كما إذا قال لها تزوجتك بدون مهر، يعني هنا الآن الشيخ صور لنا النكاح بدون خطبة، أن الخطبة أن يذهب أولياء الزوج إلى أولي أهل الزوج إلى أهل الزوجة يطلبون المرأة للزواج، فإن ذهب هو للزوجة مباشرة وطلبها للزواج، يعني هو كذلك يخطبها لنفسه منها يطلبها للزواج، إلا أن ذهب إليه وقال لها كما قال هنا قال لها تزوجتك هكذا بدون تزوجتك دون أن يطلبها للزواج. قال وقبلت، فإن العقد يصح، ولكن يجب للزوجة مهر المثل الآتي بيانه في المادة 77. طبعا احنا قلنا في دروس سابقة أننا سنتجاوز أقوال المذاهب الثانية، سنقتصر بالوقوف على مذهب سيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثم قال وقالت الحنفية، يذكر الآن الاستدلال لأننا الآن نحن هنا الشيخ يعرض أقوال الشافعية والمالكية. الله، طيب لا بأس نقرأها. قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يصح الزواج مع نفي المهر، يعني زوجتك ابنتي بدون مهر لا يصح الزواج عند الإمام مالك. وقال بعض الشافعية إن تزوجها بلا مهر في الحال، إن تزوجها بلا مهر في الحال ولا في المستقبل لا يصح. وجه قولهما، وجه قول المالكية وبعض الشافعية، أن الزواج عقد معاوضة كالبيع، عقد معاوضة، والمهر كالثمن، والبيع بشرط ألا ثمن لا يصح، فكذا الزواج بشرط ألا مهر. وكان مقتضى هذا أن يفسد العقد، يعني بترك التسمية أيضا، إلا أنه ترك بحديث ابن مسعود في المفوضة، وسيأتي الكلام عنه. الحنفية ماذا قالوا؟ إن زوج بدون ذكر المهر، أو إن زوج بلا مهر على أن لا مهر، قال يصح النكاح. وقالت الحنفية إن الزواج عقد ضمام وازدواج، فليس المال جزءا في مفهومه فيتم بدونه، خصوصا وأن المقصود منه من الزواج التوالد والتناسل والازدواج دون المال، فلا يشترط فيه ذكره بخلاف البيع. البيع المقصود منه سلعة ومال، الترابح. بل المهر حكم من أحكامه، حكم المهر حكم من أحكام الزواج، والحكم لا يشترط ذكره في العقد كملك المشتري المبيع في عقد البيع. قال فإن ذكر الحكم في العقد فبها، ويجب على الزوج أداؤه، وإن لم يذكر، هذا عند الحنفية، فالواجب مهر المثل، لأن العادة أن المرأة لا تتزوج إلا بمهر مثلها، فرجعنا إليه إلى المهر المثل عند تعذر إيجاب المسمى، لأن هنا الآن لا يوجد مسمى، فماذا نوجب عليه؟ نوجب عليه مهر المثل. قال والأحسن أن يتزوج امرأة صالحة معروفة النسب والحسب والديانة، هناك نسب وهناك حسب. النسب ما لا دخل للإنسان في إيجاده، النسب
يعني أنا ابن عبد الهادي، وعبد الهادي أبوه اسمه عزه، وعزه اسم أبيه باكير، هكذا السند. فهذه أنا، هذا النسب لا إرادة لي فيه، لذلك لا يصح لي أن أفتخر بنسبي، لا يصح الافتخار بالأنساب. ليه؟ لأن النسب ليس من صنع المكلف، وإنما هو من اصطفاء الله جل وعلا. أما الحسب، الحسب هي المكارم التي يوجدها الإنسان بجهده وباختياره، فلذلك له أن يفتخر بحسبه، بحسبه، لأنه إن كان عالما العلم، طب هذا كله معطاء من الله عز وجل، ولكن هو تعاطى الأسباب. هو كريم على خلق، أمين، وفي، هذه الأوصاف هذه بصنعه هو، بفضل من الله بصنعه، فلذلك له أن يعددها، له أن، لذلك كانوا إذا أرادوا أن يمدحوا إنسانا يقولون النسيب الحسيب، نسيب وحسيب، يعني اكتسب المجد من جميع أطرافه، نسبه شريف وأخلاقه فاضلة كريمة. فقال الشيخ: الأحسن أن يتزوج امرأة صالحة معروفة النسب والحسب والديانة، فإن العرق نزاع. العرق يعني أولادك عندما تتزوج لابد أن تأتي، أن يوجد فيهم بعض الأخلاق مأخوذة من أخلاق الزوجة، أخلاق أقارب الزوجة، أخيها، أبيها، أمها، كذلك أخلاق أولادك لابد أن يأخذوا من أخلاقك أنت، ومن أخلاق إخوتك وأخواتك وأبيك وأمك. العرق نزاع، فالمرأة ينبغي أن تختار زوجا صالحا كي يأتي أولادها بإذن الله صالحين، وكذلك الرجل ينبغي أن يختار امرأة صالحة، لأن العرق نزاع. ولا يتزوج امرأة لحسبها وعزها ومالها وجمالها، بل لدينها، فإن تزوجها لذلك فلا يزداد والعياذ بالله به إلا ذلا وفقرا ودناءة. ورد بذلك حديث ولكنه ضعيف: من تزوج امرأة لمالها ولحسبها ونسبها ولعزها ما زاده الله إلا ذلا وانكسارا. ولكن المعروف في الحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك. والنبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في الحديث: لا تزوجوا النساء لأموالهن، فعسى لجمالهن، فعسى جمالهن أن يرضيهن. ولا تزوجوا النساء أو ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن للدين أو على الدين. فامرأة سوداء، سوداء خرماء، خرماء يعني أنفها مثقوب، ذات دين أفضل من ذات المال والجمال. قال: والأحسن أيضا أن يتزوج من هي فوقه في الخلق والأدب والورع والجمال، ودونه في العز، في الجاه، والحرفة، والحسب، والمال، والسن. ليه؟ إن كانت هي فوقه في الخلق والأدب والورع والجمال يتحصن بها ولا تتعالى عليه، بالعكس تسعده بأخلاقها، وتسعده بورعها، وتسعده بجمالها، إن نظر إليها سرته. أما إن كان أكثر منه مالاً تعالت عليه، نسبها أعلى من نسبه تعالت عليه، أبوها ذو سلطان تقوت بسلطان أبي، فهي تذله بذلك.
فإن ذلك أبعد من احتقارها له وافتتانها بغيره. ويختار أيسر النساء خطبة ومؤنة، لذلك قالوا من بركة المرأة يسر زواجها ويسر قلة مهرها، لا يوجد عقبات، هذا من بركة المرأة. قال: وتزوج البكر أحسن، للحديث: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها، أعذب أفواها. هذه المرأة لا تعرف أحدا غيرك، فكل ما تجده منك تستعذبه أما إن كانت قد جربت الرجال فهي طبعا دينها يمنعها من المقارنة ظاهرا، ولكن في الباطن غالبا تقارن بين فعلك وفعله في باطنها، فربما حنت لزوجها السابق إن كانت تستمتع به أكثر من استمتاعها معك. قال: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنقى أرحاما وأرضى باليسير. هي لم تجرب كما قلنا الرجال، ولكن في هذا الزمان وأرضى باليسير، يعني هذا الزمان الذي شاعت فيه هذا التواصل بين النساء بعضهن مع بعض، المرأة تفسد المرأة، لذلك أنا أنصح دائما أنه، وهذا من الغفلة بمكان، أنصح الرجال أن يختاروا صديقات نسائهم، وصديقات بناتهم. ولكن والله هذا أمر عسير، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الخير.